أعطيكم العافية. في أحد الفيديوهات السابقة شرحت على أنه ما في فرق بالنسبة لعضلة البايسبس إذا تمرنت في قبضة واسعة أو قبضة ضيقة، أنه ما راح يفرق في استهداف العضلات أو الرأس الداخلي أو الخارجي من البايسبس. وجدت مجموعة من الأسئلة أنه يا كابتن، ليش في عدد مختلف من التمارين للبايسبس وأجهزة مختلفة لتمرين البايسبس وتكنيكات مختلفة لتمرين البايسبس إذا هي ما راح تفرق في استهداف الرأس الداخلي أو الخارجي؟ في هذا الفيديو راح أوضح لكم 7 تمارين لا استهداف عضلة البايسبس، وبدنا نتفق انه ما في تمرين احسن من تمرين، وانه اللي حيفرق هو تغير اللود على العضلة، او اذا في تمارين عزل، في تمارين تقدر تعمل سوينج لجسمك وتغش بحيث انك انت تقدر تحمل الوزن اكثر، ولكن ما راح تفرق في استهداف الرأس الداخلي او الخارجي. عشان تشوفوا التمارين وتفهموا الفرق بينهم تابعوا الفيديو. اول تمرين راح نبدأ فيه تمرين البايسبس كيرل، اللي هو الالترناتيف دمبلز بايسبس كيرل، اللي هو التبادل بايسبس واقف. هذا تمرين بيسك لا يمكن الاستغناء عنه بصراحة، كل الناس يعني مبتدئ أو متقدم بيتمرنوا هذا التمرين. أداؤه كالتالي، في طبعا تكنيكات مختلفة، في ناس بحب يثبت إيد ويلعب بإيد، وفي ناس لا بحاول يلعب مثلا 3 عدات شمال 3 عدات أو عدتين يمين، في ناس بحب يميل شوي زيك عشان يزيد الضغط على العضلة. الشيء الوحيد لازم نتجنبه في هذا التمرين انه نعمل مرجحة بحيث انه نغش ونشيل وزن ثقيل، فنصير نعمل بهذا الشكل، هاد هيك خرب التمرين. عشان تضمن ثبات جسمك يفضل انك تشد بس شوي على الجلوتس، تلعب بتركيز عشان تحصل على اكثر فائدة من هذا التمرين. الشكل الثاني لنفس التمرين اللي هو الالترناتيف دمبلز بايسبس كيرل وانت جالس. بهاي الحالة راح تستغني عن القدمين والسوينج اللي فيها، يعني راح تقلل من موضوع مرجحة القدمين، تقدر تأدي التمرين ثابت بشكل اكثر، واهم شيء تنتبه انك ما تستخدم ظهرك عشان ما يساعدك. بامكانك ترفع الكرسي وتتكي بظهرك كمان، مش حيكون غلط. نيجي على طريقة لعزل البايسبس بشكل اكثر. في ناس اللي هو حلعب اللي هو دمبل كيرل على الكرسي المايل الانكلاين، في ناس بحطوا الكرسي على درجة 30 زي ما انتم شايفين هيك، شو صاب كتفي ملاحظين؟ هذا رح سبب لك إصابة وألم بالكتف بشكل جدا كبير. تجنبوا هاي الطريقة يا أخوان. دائما لما تيجي تعمل الانكلاين دمبل كيرل 45، نرفعه على 45 عشان نريح الكتف. هو الهدف من هاي الطريقة انك فقط ما تحرك جسمك وتنزل البايسبس بشكل كامل، ويصير اللود على البايسبس طول المدى الحركة. يعني انا واصل للقمة هون وما زال اللود على البايسبس. ليش بحكي هذا الحكي؟ راح اشرح لكم بالفيديو اللي وراء. اهم اشي تنتبهوا زاوية 45 عشان الكتف يكون مرتاح. في هذا التمرين ما عندنا مشكلة تكون الزاوية 30. أهم شيء في هذا التمرين بتكون تعرفوه، إذا عندك مشاكل في التنفس أو ضيق في التنفس يفضل إنك ما تسويه عشان ما تعمل ضغط على منطقة الصدر. اللي هو التمرين حيكون الإنكلاين برضه كيرل، ولكن بهذا الشكل. شوفوا، أو هو له مسمى اللي هو السبايدر كيرل. بهذه الطريقة أهم شيء إنه مفصل المرفق يكون على نفس مستوى الكتف تحته مباشرة، ترفع بهذه الحالة اللود كامل على البايسبس حتى لما وصلت للقمة. طلعوا ليش؟ اتجاه الوزن للأسفل. أهم شيء إنك ما ترجع كوعك لورا تعمل هاي الطريقة، هذا اسمه غش. أنت عم بتغش والعضلة ما اشتغلت 20 إلى 30%. أنت بهذا الشكل تقدر تلعبه يتم مع بعض او ايد واحده، ما بيفرق. ها، اهم شيء المفصل تحت. شوفوا، وصلت للقمه وما زال اللود على العضله. ليش؟ لانه اتجاهه للاسفل بهذا الشكل. اهم شيء ان شاء الله ان تكون وصلتكم الفكره. في هذا التمرين في عندنا جهاز مخصص له اللي هو اللاري سكوت، ولكن انا هون ما عندي اللاري سكوت ماشين، فراح اطبقه على جهاز الانكلاين. التمرين هو البايسبس متكئ. هذا التمرين اذا بتلاحظوا
بيعطي تركيز عالي على العضلة، خصوصا انك انت عازل جسمك، جسمك ما عم بيتدخل. ولكن انا بالنسبة لي بشوف انه في مشكلة واحدة بسيطة، اللي هي لما نطلع لأعلى قمة، لما نوصل لهون شوف اتجاه الوزن ما عاد على البايسبس، هون البايسبس مرتاح. ولكن اذا بدنا نخلي اللود يضلوا على البايسبس نوصل لهون كفاية. ولا تنسوا دائما شوية لفة الى الداخل في الدمبل، انت تلعبوه مفرد ها بهذا الشكل، شوف اتجاه الوزن وين؟ لهون، فلسه في لود على البايسبس. ولكن اذا طلعت على الاخر خف اللود على البايسبس، ويفضل حتى لو طلعت على الاخر انك ما تطول بالقمة عشان ما تريح العضل كثير وضلك مستمر. نيجي لتمرين الكيبل. شو بفرق تمارين الكيبل عن غيره من التمارين لو تعبت الاوزان الحرة؟ نقدر نستخدم قبضة هاي، نقدر نستخدم البار المتعرج، نقدر نستخدم السينجل. الهدف بالنهاية او النتيجة واحدة. انا بفضل السنجل غالبا لما يكون واحد عنده عدم توازن بين اليد اليمين واليسار، فبهاي الحاله بخليه يبدا باليد الاضعف. Anyways لاحظوا معي، طلعنا للقمه، لما وصلنا للقمه ما زال اللود والمقاومه ثابته على البايسبس، وبالعكس لما احنا وصلنا لفوق صارت في اعلى مقاومه. ليش؟ اتجاه سحب الوزن لهناك. بإمكانك تعمله وانت قريب، بإمكانك تعمله وانت بعيد، النهاية أو النتيجة تقريبا واحدة. شوفوا اللود ثابت على البايسبس، وبالعكس اللود في القمة بيزيد، عكس عن بعض التمارين اللي أنا شرحت لكم إياها اللي اللود بصير شبه معدوم في القمة، فهمتوا عليه؟ أو المقاومة أو الريزيستنس. فعشان هيك أنا بفضل تمارين الكوابل ما نستغني عنها وتكون جزء لا يتجزأ من تمارين عضلة البايسبس. نيجي لاخر تمرين حاب اوضح لكم اياه وافرجكم اياه، هو نفس التمرين اللي قبل شوي اللي عملناه اللي كان متكئ على البنش المايل، ولكن احنا عملناه في الدمبل، هون حنعمله في الكيبل لسبب وحيد، عشان لما نوصل للقمه لاحظوا وين رجال قوه لهنا. فهيك انا راح اوضح لكم الفكره بشكل افضل، انه لما توصل للقمه في المدى الحركي راح يكون اللود او الريزيستنس او المقاومه في اعلى مستوياتها، وما راح تخف او تقل. ليش؟ لانه اتجاه السحب هناك مش للاسفل زي ما وريتكم قبل شوي باستخدام الدمبلز. فبرضه هاي طريقه جميله بحيث انك انت تغير طريقه توزيع المقاومه على عضله البايسبس، وهيك بتكون انت فهمت الفرق بين تمرين وتمرين بالنسبة لاستهداف العضلة. وهيك بكون فرجيتكم 7 تمارين لعضلة البايسبس، وطبعا تمارين عضلة البايسبس أكثر من هيك بكثير وصعب نحصيها أو نحشرها في فيديو واحد، ولكن بتمنى أن تكون الفكرة الرئيسية وصلتكم شو الفرق بين التمارين البايسبس بطريقة استهدافها للعضلة، وليش في عندنا تنوع في تمارين البايسبس. وطبعا هذا الكلام بينطبق على عضلات مختلفة، وإن شاء الله في المستقبل راح أشرح لكم أكثر بالنسبة للعضلات الثانية. ومش غلط لكم بالكومنت سيكشن تكتبوا عن إيش حابين نشرح في المستقبل، وراح أكون شاكر لكم لو عملتوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب وشير لهذا الفيديو ليوصل لأكثر عدد ممكن، وكومنتس ولايكس عشان يزيد التفاعل، وبالتالي يتم اقتراح هذا الفيديو لعدد ناس أكثر. شكرا لمتابعتكم، كان معكم كابتن عمر.